وللمزيد حول استمرار العمليات العسكرية من قبل القوات الصهيونية على الأراضي السورية في وقت تستمر فيه قوات النظام وحلفاؤه في قصف المدنيين في مناطق خفض التصعيد، ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلاوي. أهلا بك معنا أستاذ أديب. أهلا بكم، تحية لكم تحية للمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ أديب. يعني بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القوات الصهيونية قصفت مواقع لحزب الله وإيران بمحيط دمشق وحمص، بماذا تفسر تزايد هذه العمليات في الفترة الأخيرة؟ نعم، مساء الخير تحية لكم تحية للمشاهدين. يعني حقيقة أنا لا أستطيع أن أقول أنها تزايد، يعني بقدر ما هو قصف ممنهج تقوم به القوات الإسرائيلية الحقيقة على ثلاث أهداف. يعني أؤكد على هذه النقطة، أنها تحاول القصف على ثلاث أهداف. الهدف المهم الأول هو محاولة القوات الإسرائيلية ملاحقة التحركات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية، وهي تحاول نقل الأسلحة والذخائر القادمة عبر العراق إلى البوكمال، إلى منطقة شرق حمص وإلى غرب حمص وبالتالي إلى لبنان. وبهذه المراحل المتعددة تحاول الحقيقة الميليشيات الإيرانية وإيران تمويه هذه الشحنات من الذخائر ومن الصواريخ التي ترسلها إلى هذه المناطق. النقطة الثانية هو أن إسرائيل تحاول، لديها طبعا هي بنك من الأهداف كبير جدا، تحاول أن تقصف بعض مستودعات الأسلحة التي تظن بأنها وصلها ذخائر جديدة من إيران. النقطة الأخيرة هي تحاول دائما أن تقصف يعني منصات الصواريخ التي ممكن أن تؤثر على الطيران المعادي، إضافة إلى الرادارات الموجودة على بعض التلال الموجودة. لذلك نحن نلاحظ أن القصف الذي حصل في الليلة الماضية هو طال بعض مستودعات الأسلحة في القلمون وفي محيط دمشق، إضافة إلى جبل قاسفين وجبل المانا، وهناك مواقع للرادارات التي تحاول إيران أن تنصبها. يعني بمعنى هذه الرادارات ليست يعني تتبع لغرفة عمليات الرئيسية للنظام ولا الغرفة العمليات الرئيسية التي تقودها روسيا. نعم. هذه يعني الحقيقة الأهداف التي تقوم بها سيد أديب. نعم. سيد أديب، يعني هذه العمليات التي تنفذها القوات الصهيونية هل تأتي بمعزل عن الترتيبات المعتادة بين تل أبيب وواشنطن؟ لم أسمع سؤال. نعم، هذه العمليات التي تقوم القوات الصهيونية يعني بالقيام بها هل تأتي بمعزل عن الترتيبات المعتادة بين تل أبيب وواشنطن أم أن هناك تنسيقا عاليا؟ يا سيدي الكريم، أعتقد أن هناك تنسيقا عاليا ليس فقط مع واشنطن، حتى مع موسكو هناك تنسيق عالي. بمعنى آخر أن هذه العمليات التي تقوم بها يعني القوات الإسرائيلية هي بنك أهداف مصدره الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات CIA الأمريكية المتواجدة في المنطقة وعلى الأراضي السورية، إضافة إلى الروس الذين يزودون الطائرات الإسرائيلية أيضا ببعض الأهداف يعني الإيرانية الموجودة أيضا في المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك أيضا المخبرين التابعين مباشرة إلى الصهاينة، وحتى من جيش النظام هناك تواصلات ومخبرين يعني يعطون المعلومات إلى 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 إسرائيل مباشرة. وما قتل قاسم سليمان إلا هو جزء من تسريب يعني مخابرات النظام وجيش النظام إلى إسرائيل. نعم. حتى استطاعوا قتل قاسم سليماني. نعم سيد أديب، في المقابل يعني يستمر النظام السوري وحلفاؤه من الميليشيات الموالية لإيران في قصف المدنيين في مناطق خفض التصعيد، هل يستطيع النظام وحلفاؤه تحقيق أهدافهم التي فشلوا فيها خلال شهر كامل برأيك؟ يا سيدي الكريم، يعني الحقيقة النظام يحاول قصف المدنيين انتقاما للقصف الإسرائيلي. المؤسف أنهم لا يستطيعون الرد على القوات الإسرائيلية ويقومون بالقصف على المدنيين العزل الموجودين. أنا لا أعتقد أنه سيستطيع النظام أي شيء من خلال هذا القصف الذي يقوم به على المدنيين، ولكن الحقيقة هناك خسائر كبيرة ومجازر
في كل يوم. اليوم في كل صفرة كان هناك مجزرة الحقيقة مروعة من قبل قوات النظام ومن قبل الطائرات الروسية أيضا التي تقوم بقصف المدنيين المتواجدين في المنطقة. نعم، إذن المحلل السياسي والعسكري السوري أديب العلاوي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من الريحانية، شكرا جزيلا لك.